هذه يعني صباحية حبينا نحكي للناس اللي بيشوفونا عبر قناة الوطن الأجمل، قناة التلفزيون الأردني. ما زلنا معكم من سياحة معان، وتحديدا من متنزه الملك عبد الله الثاني السياحي. أستاذ عبد الله صباح الخير، مدير آثار محافظة معان، بنصب عليك وصباح الوطن الأجمل والأغلى والأحلى. صباح النور أستاذ رعد، الله يعطيك العافية، بنصبح عليك وبنصبح على التلفزيون الأردني، على الزملاء في الاستوديو، الشاشة الأم، الشاشة الأجمل. نحن الآن في هذا الصباح الجميل من مدينة معان، من منتزه مدينة معان، قلعة معان الأثرية. تم بفضل الله وبحمده إطلاق مشروع التشغيل الوطني على مستوى المحافظات الأردنية جميعا، إطلاق مشروع التشغيل في المواقع الأثرية بتوجيهات من معالي وزير السياحة والأثار دكتور نايف الفايز، وكذلك التعاون مع دائرة الأثار العامة للعمل في المواقع المختلفة في المحافظة. يهدف هذا المشروع إلى أعمال الصيانة والتعشيب والتنظيف والتدعيم في المواقع الأثرية. تهيئة هذه المواقع إن شاء الله إلى الوصول إلى بإذن الله صيف آمن وفتح أمام السياحة إن شاء الله المحلية والخارجية. هذا المشروع تقريبا في مدينة معان تم توفير ما يقارب حوالي 800 فرصة عمل في مختلف مواقع المحافظة المختلفة، مختلف المواقع الأثرية المختلفة في محافظة معان، في مدينة معان القصبة، في قلعة الشوبك، في مدينة البتراء كذلك، في أذرح. تم توفير من فضل رب العالمين حوالي 800 فرصة عمل. هذا المشروع إن شاء الله مشروع مؤقت، يهدف كذلك الأمر إلى الحد من توفير فرص للعمالة المحلية والحد من البطالة والمساهمة في التنمية المحلية خلال هذه الجائحة التي تمر بها البلد. إن شاء الله بأقرب فرصة إن شاء الله نطلع من هذا، نخرج من هذه المحنة بإذن الله. يهدف كذلك الأمر إلى تشغيل التخصصات الرئيسية الراكدة في مجال علم الآثار، تخصص السياحة والآثار، تخصص المحافظة على الآثار، كذلك المصادر التراثية. تهيئة تدريب هؤلاء الخريجين على أعمال التوثيق وأعمال التوثيق الأثري إن شاء الله. يعني أستاذ بلشتوا أنتوا خطة العمل الوطنية وبلشتوا الآن في مواقع معينة في محافظة معان، سواء في القصبة أو في الشوبك أو وادي موسى أو مناطق الأقضية المختلفة. تمام، احنا الحمد لله بفضل رب العالمين تم الابتداء بالعمل ابتداء من أستاذ رعد من بداية 1/5، من بداية أيار، ومستمرون إن شاء الله في مختلف المواقع الإدارية من المحافظة، الشوبك، أذرح، مناطق النقب، مختلف المواقع الرئيسية في المحافظة، قلعة عنيزة كذلك الأمر. تم توفير فرص عمل في جميع الوحدات الإدارية في محافظة معان بإذن الله. طيب كلمة توجهها للمشاركين في هذا العمل الوطني الخير، ولو أنه توفير فرص عمل مؤقتة 6 شهور زي ما حكيت. تقريبا فرص العمل تقريبا حوالي 6 شهور. يعني نوجه رسالة لكل المشاركين معنا في هذه الأعمال، في هذه المشاريع، الوطن وطننا ونحرص عليه، والموقع الأثري موقعنا، ونهيئه بإذن الله بأجمل فرصة إن شاء الله، وهي فرصة جميلة 6 شهور، وإن شاء الله بإذن الله يتم توفير فرص أخرى إن شاء الله في الأيام القادمة أو في السنة. تعاونكم كدائرة أثار عامة مع السياحة، يعني تعاون أنتوا دائرتين مع بعض، يعني كالجسد والروح مع بعض، نتحدث عن هذا الجانب. بنوجه الشكر صراحة لمديرية سياحة معان بتوفير كادر الموظفين لأعمال المتابعة وأعمال المراقبة والمشاركة في المشاريع التي تنفذها دائرة الآثار العامة. نحن فريق واحد، وشكر خاص لمديرية السياحة وفي تعاون في هذا المجال بتوفير كادرهم تحت تصرف دائرة الآثار، والله يجزيهم الخير. كذلك الأمر بنوجه شكر لسلطة إقليم البتراء بالتعاون في هذا المشروع، بتوفير المركبات، بتوفير بعض الكوادر، بالإشراف في محمية البتراء الأثرية. من شكر خاص لإقليم البتراء ولمديرية سياحة معان صراحة. احنا كل الشكر لك أستاذ عبد الله الرواشدي مدير آثار محافظة معان على هذه المعلومات الطيبة. يعني كاتي ولانا يعني حبينا نسلط الضوء على هذا المشروع الوطني لتشغيل أيدي العاملة في وزارة السياحة والآثار من خلال تشغيل أيدي عاملة حوالي 800 موظف، فرص مؤقتة. نتمنى وزارة السياحة أن يكون هناك إن شاء الله فرص أكثر
من هيك ومدي أطول من هيك إن شاء الله حتى مواطننا ينعم بالراحة والأمان والاستثمار في هذا الوطن الجميل. كل الشكر لكم وراجعين لكم كاتي ولانا، وإن شاء الله سيكون لنا وقفة أخرى مع مدير سياحة محافظة معان للحديث عن المواقع السياحية والمنتج السياحي معان البتراء الشوبك وادي رم. للحديث أكثر سيكون معنا الدكتور ياسين صلاح. راجعين لكم وصباحكم فل وياسمين وورد، والله يعطيكم ألف عافية.